التحية متجددة مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام، عشاق الأصالة، متابعي قناة دبي ريسنج ومتابعي هذه التحديات التي يشهدها الميدان الذكي ميدان المرموم في إمارة دبي، ضمن تحديات انطلاقات تمهيدي سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم حفظه الله ورعاه أبو راشد على هذا الاهتمام الكبير والدعم اللامحدود لهذه الرياضة العربية الأصيلة. أشواطنا مستمرة ونسير مع انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة، وهو شوطنا الخامس عشر الخاص بالجعدان لإذاعة المحليات الأصايل. انطلاقة موفقة أتمناها لجميع المشاركين. أبدأ بالصدارة وأتابع المقدمة والمركز الأول، وهنا يأتي على مقدمة هذا الشوط يتقدم المشاركين، هذا حشيم بشعار عبد الله بن علي بن حمد العويسي يحتل مقدمة هذا الشوط والمركز الأول، بينما يليف المركز الثاني. يتقدم الآن ويأتي هنا مرزام بشعار أحمد بشعار خليفة بن سعيد بن سالم لينيبي يحتل المركز الثاني ويقدم لنا مرزام من خلال التواجد والحضور، بينما النغلة إلى المركز الثالث. وأجد الآن هذا أيضا شاهين بشعار عمار بسيف بن مرهون المعمري يحتل المركز الثالث، بينما ننتقل إلى المركز الرابع. وفي المركز الرابع هنا ينطلق شاهين بشعار سليم بالحزمي بن قناص العامري يحتل المركز الرابع، بينما النقلة إلى المركز الخامس. وأجد هنا طليان يتقدم بشعار سالم بن مسفر بن غانم بالقوبع المنصوري يقدم هذا الانطلاق على مستوى المركز الخامس أو المركز الرابع، بينما النقلة التالية إلى المركز الخامس في أو السادس المركز السادس، نعم واصلين مع المركز السادس. لنجد هنا غازي بشعار محمد بن سهيل بالطوير بالأسود العامري، بينما في المركز السابع ويتقدم الآن شاهين بشعار محمد بن عبيد بالضبيعة الاكتبي، بينما في المركز الثامن. وفي المركز الثامن الآن يتقدم في هذه اللحظات وياتي مياس بشعار مانع بن سعيد بن سليمان الوهيبي، بينما في المركز التاسع. وفي المركز التاسع يتقدم شاهين بشعار حمدان بن سعيد الاكتبي ياتي ليحتل المركز التاسع، بينما في عاشر المراكز يتقدم شاهين بشعار محمد بن عبيد أو راشد بن علي بن عبيد بن غدير الاكتبي يحتل المركز العاشر. هكذا هي نتيجتنا وندائنا للعشر المراكز الأولى المذاعة اللي تسير بناموس هذا الشوط، بينما أسامي وشعارات بعد العشر المراكز الأولى لم يحين موعد دخولها، لكن على العموم عودة مجددة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى المركز الأول. وهو مرزام مسيطر بشعار خليفة بن سعيد بن سالم لينيبي اللي مسيطر أمامكم عبر أيضا قناة دبي ريسنج كما تشاهدون في الكادر العلوي، مسيطر على مقدمة هذا الشوط، مسيطر على المركز الأول، بينما يأتي على المركز الثاني ويتقدم الآن هذا حشيم بشعار عبد الله بن علي بن حمد العويسي، كذلك قادم من السلطنة للمشاركة في هذا التمهيدي، بينما نتابع المركز الثالث ويتقدم هذا شاهين بشعار عمار بسيف بن مرهون المعمري من الباطنة قادم للمشاركة، بينما أيضا يتقدم من السويق بالفعل للمشاركة، بينما نتابع المركز الرابع. وفي المركز الرابع ياتي هنا مياس بشعار مانع بن سعيد بن سليمان الوهيبي، بينما في المركز الخامس يتقدم غازي بشعار محمد بن سهيل بالاسود العامري يحتل المركز الخامس. اما في المركز السادس ياتي شاهين بشعار سليم بالحزمي بن قناص العامري، بينما في المركز السابع يتقدم هذا شاهين لحمدان بن سعيد الاكتبي ياتينا على مستوى المركز السابع. اما في المركز الثامن هناك نتابع الانطلاق والغدو
الهجوم في هذه اللحظة. من اللي واصل هناك يتسلل في هذه الانطلاقة؟ ها هو ياتي المرعب لسعيد بن عبد الله بن محمد الفلاسي، ولكن نكتفي بهذه الأسماء، نكتفي بالنداء، ولكن عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى مرزام مسيطر بدأ يقترب من لافتة الإعلان الأخير. بدينا ننحني مع الانحناء الأخير، وها هو خليفة بن سعيد بن سالم الينيبي مسيطر مع مرزام 1200 عن خط النهاية المتبقية مشاهدين الأعزاء عن الفوز والانتصار. بينما في المركز الثاني يتقدم إياس لمانع بن سعيد بن سليمان الوهيبي، يبحث عن السلامات إلى أهل السلطنة من خلال تواجده. بينما في المركز الثالث اللي يتقدم من الجانب الآخر يأتي هنا أيضا غازي بشعر محمد بن سهيل بالطوير بالأسود العامري يحتل المركز الثالث. أما في المركز الرابع يتقدم هناك ياتي بالحضور هنا شاهين سليم الحزمي بن قناص العامري، من سيكنس ناموس هذا الشوط من خلال الحضور. بينما في المركز الخامس المرعب يتحرك سعيد بن عبد الله بن محمد الفلاسي، ولو كان مسيطر مرزام مسيطر على الصدارة على المركز الأول، ما صدرت عليه أي أوامر حتى هذه اللحظة إلا أيضا الأخير. ها هو أيضا مرزام لخليفة بن سعيد بن سالم الينيبي، وغير من الجانب الآخر، غير هناك وتسلل مياس لمانع بن سعيد بن سليمان الوهيبي، أيضا يغير ويتسلل إلى مقدمة الشوط، يبي يهديها للسلطنة من خلال التواجد والحضور. ولكن غازي والمرعب واللحظات الأخيرة، ولكن خلاص ها هو مياس، وما دام عندي ود مياس بلبس عقال السمك من كوسة. ها هو الوهيبي ينتزع ناموس هذا الشوط، تهانينا لمانع بن سعيد بن سليمان الوهيبي، وتهانينا لأشقائنا في السلطنة على هذا الفوز. بينما وصل في المركز الثاني المرعب لسعيد بن عبد الله بن محمد الفلاسي، مرزام احتل المركز الثالث لخليفة بن سعيد بن سالم لينيبي. المركز الرابع كان الوصول من مشكور لمروان بن خليفة بن عنتر الغفلي. المركز الخامس كان الوصول مشاهدي الاعزاء من غازي لمحمد بن سهيل بالطوير بالاسود العامري. هكذا هي نتيجتنا مشاهدينا الاعزاء، ولكن عوده الى التوقيت الزمني وساعه وصول مياس الى خط النهايه بسبع دقائق 47 ثانيه، مهديا الوهيبي هذا الفوز مانع بن سعيد بن سليمان الوهيبي. تهانينا لعلى هذا الانتصار اللي حققه مياس يتالق بناموس هذا الشوط. بينما وصل في المركز الثاني أطرى يا مخرجنا المرعب اللي احتل المركز الثاني، ولحظة وصوله إلى خط النهاية بتوقيت زمني مقداره 7 دقائق 49 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا لسعيد بن عبد الله بن محمد الفلاسي. أما في المركز الثالث وصل في مشاهدي الاعزاء مرزام ب7 دقائق 50 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا لخليفة بن سعيد بن سالم لينيبي، تهانينا والناموس لجميع الفائزين.